تيمرر تميره جميله لعند خرجها بإمكانه باش يمرر أيضا تيمرر ولكن تميره كانت أقرب للاعبين الملاويين. كرة طويلة كتمشي في اتجاه زكا زكا عند كانيدا محاولة تسديد كرة خطيرة تسداد والهدف هدف لفائدة المنتخب الملاوي والمسجل هو رقم 13. المقابلة بعد التمريرة ما كانش هناك تسلل بعد رقم 14 كيفاش حصل الكرة هذا كفوة كفوة هذا ولكن قلت في البداية بأن هناك تشهد الإعادة سواديك مرة أخرى كويس فائدة المنتخب الوطني المغربي عملية هنا اتجاه مروان الشماغ الشماغ حاول يتمرر ينفذ ضربة هو يوسف سفري حكم تطلب من اللاعبين باش يرجعوا وراء الدائرة إذا سفري محاولة لإعطاء المنتخب الوطني المغربي هذا التعادل بالفعل هذا التعادل لفائدة المنتخب الوطني المغربي تجد الدقة 16 إذا هدف للمثلي بين المنتخب الوطني المغربي و انما تمشي الكره للركنيه ركنيه لفائده المنتخب الوطني المغربي اعتقادي اذا تمكن المنتخب الوطني المغربي من تسجيل هدف ممكن انه المقابله تاخذ مجرى اخر كره دائريه ضربه زياده هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي وسط حجي سواديك اذا منذ لحظات فقط قلت من مرة اخرى اعادة للهدف ينفذ ضربة خطا حتى يعطيه الاشارة بالنسبة للحارس طلب من اربعة ديال اللاعبين من المروي باش يشكلوا الحائط طلال مباشرة او يرفع الكرة هناك خمسة ديال اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي داخل منطقة الجزاء طلال القرقوري كرة ارضية فرصة ثالث المنتخب الوطني المغربي تيجي في وقت لاحظوا
تسديدة صدمت الكرة أحد اللاعبين وخرجة تتنزل أمامه الكرة الأول لفائدة اللاعب الحسين خرجة في إطار المنافسات الإقصائية لكأس العالم وكأس إفريقيا. كان حاول يسدد مباشرة للمرمى إنما الكرة صدمت برجل أحد اللاعبين. تنتقل الكرة المنتخب الملاوي في الجهة اليمنى عند زكا على الفور هجوم مضاد حجي بوصابون في الجهة اليمنى تيتلقى الكرة بوصابون بإمكانه باش يمرر بوصابون تيمرر فرصة 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 وأخيرا تتفك العقدة ديال هدف رابع لاحظوا التمريرة ديال بوصابون تمريرة جميلة شماخ ترجع الكرة أمام اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي إمكانهم ينسيو الجمهور في الساعة وربع اللي تلعبات واللي كانوا كلها اللاعب. فنشاهدوا الإعادة من زاوية أخرى للهدف الرابع للمنتخب.